دافع هشام بالقروي. كنا نحكيو على كلوب، نبداو نحكيو شويه على اسبيرونس. كيفاش تقيم الاكسبيرونس اللي كانت في الاسبيرونس؟ بون الحمد لله الاكسبيرونس تاعي اللي كانت في الاسبيرونس كانت ناجحه 100% في لو روندمون في لي تيتل، باسكو سي با فاسيل باش تاخذ في زوج جمعيات كبار تاخذ فيهم دي تيتل كيف قلت لك. الحمد لله يا ربي معناتها اكسبيرونس على الاخر باهيه في الاسبيرونس. خرجت في ظروف غامضه شويه ولا بيان سير؟ ماما كيف خرجنا الحمد لله معناتها خرجت في بيريود اللي انا زاده كنت حاب نخرج باش نعاود نرجع لاوروب، وما صعبوليش بالحق فريمون ما صعبوليش، كان باقي لي عام ما صعبوليش. انت حبيت تخرج خاطر خرجت باش كليم لي اسبيرونس هما اللي فاسقوا معناها؟ لا صرات ما صرا في وقتها وزعبيه ما صرا بروبليم زاد هذاك بروبليم اللي صرا. شنو البروبليم؟ يتحملوا يعرفوا اللي يحمل يتحملوا معناتها اللي يتحملوا لونترينر اللي كان هو ديسيدا من بعد درا شو صار ما فهمتش شنو صار. شنو المشكل؟ قلت لي صار مشكل شنو هو وقتها؟ والله صار مشكل مع معناتها مع فوزي ما هو اللي ديسيدا باش نخرج معناتها انا الحمد لله ما كانش عندي نيه باش نخرج، اما زاد بيريود زاده باش كانت بيريود باش نعاود نرجع ليكيب ناسيونال. ما كنت هذيك كانت لازم يقول لك لي جوال اللي يرجعوا يلعبوا في الاوروب ودرا شنو، والحمد لله معناتها عاود كرجعت لوروب عملت رجعت هذيك الاوبجيكتيف اللي كان عندي باش نرجع. خرجت رغم ان الفريق وقتها كان عنده برشا نقائص في اللاكس سنترال نتاع ديفونس. بون هذا شوا تاكتيك تاع اونترينر وبيان تاع ستاف اللي كانوا هما يحبوا معناتها بوتيت كانوا يشوفوا يحبوا ان اترونجي اللي القدام اللي يساعدهم اكثر. معناتها شو هذاك شو تاع ستاف تكنيك مش شو تاع هشام. انا الشوا نتاعي اللي كنت تكلمت مع رياض وكل شيء قلت له نحب نرجع لاوروب، والحمد لله معناتها كان امام حمدي اللي نشكره اللي كان معناتها تسال معايا وقال لي هشام كان تحب تقعد انا تقعد مرحبا بك، كان تحب ترجع لاوروب ارجع لاوروب، معناتها اللي تحب الشوا عندك في ذيك انت. وانا قررت باش نعاود نرجع لاوروب. علاش ما مش الاسبيرونس تكون افضل من الاسبيرونس في البرتغال؟ لا لا ما صارت بيريود معناتها قال لك حتى الجوال اللي كوروا في الافريق معناتها مش باش نعاودوا نكونفوكيهم جمله. معناتها قلت نرجع او موا البرتغال معناتها شامبيون بارمي لي 500 شامبيون في لو موند اي تو بوتيتر معناتها تعاود ترجع ليكيب ناسيونال. دونك هذاك كان الاختيار؟ لا هذاك كان الاختيار معناتها بيرسونيل. برشا اسئله على الفيسبوك. هشام يسالوا فيك احباء الاسبيرونس على امكانيه العوده من جديد للترجي، نجم نشوفك من جديد؟ بون والله بوركوا با من الاسبيرونس تبقى كيف معناتها الجمعيه اللي قيمتني وقدرتني ومدت لي اللي نحب وزاد انا مديت لي الماكسيموم بوركوا با. معناتها كانت حتى حاجه معناتها اوفيسيال ولا معناتها ما الاسبيرونس ما تترفضش. في جام في 2018 كنت تقريبا من العوده، ظهر لي عملت حد ديكلاراسيون ظهر لي في اي اف ام قلت 70% باش نرجع، علاش ما تمتش وقتها؟ بون سيرت كنت باش نرجع، اما في لو كونترا ما هو البريزيدون تاع البرتغال طلب برشا صارت امور ماليه. اي امور ماليه مو فما حتى حاجه معناتها امور ماليه، معناتها كان كنت ليبر في هذاك البيريود كنت رجعت الاسبيرونس. توا صعيب؟ مش صعيب تو عندي سو كونترا معناتها وقت اللي كان يجيك عندي معناتها ماناجير ما فماش دي كونتاكت. انا مهند هو لاجون هو اللي متكفل معناتها بكل شيء، كان هو عنده حاجه معناتها هو اللي يتصرف بها، وكان ما فماش انا سو كونترا انا نزيد نكملوا عامنا في السعوديه. عندك رغبه انت تلعب من جديد في البطوله التونسيه خصوصا انه ولات الامور اسهل شويه للاعبيه الجزائريه ما عادش يعتبروا اجانب في تونس؟ لا بون الشامبيون التونيزي بور لي زارجينيان معناتها كانك تلعب في الجزائر، معناتها الادابتاسيون تكون فاسيل. مش نحكي على هذا، هذا حاجه مفروغ منها، لكن الامور القانونيه معناها اي فهمت من لي زارجينيان والماروكان ما عادش دي زيترونجي بوركوا با. معناتها جيمري بيان احنا نتمنوا الخير للجمعيات الكل التوانسه كلك سوا معناتها ليسبيرونس ولا الكلوب ولا السي اس اس ولا ليطوال مع الجمعيات الاخرين، او فما برشا جوالات جزائريه يجوا يكوروا لهنا في تونس. مش كان في الاربعه الباهيين معناتها ما حتى جمعيات الاخرين راهم فما حتى جزائريه راهم يجوا معناتها يربحوا، كان فما جوالات دو كاليب يربحوهم مش ما يتحسب لهمش اترونجي باهي الجمعيات الكل. شنو رايك في اللي صار في الفينال ضد الوداد خصوصا القرار نتاع الكاف باعاده المقابله؟ بون تفرجت لو ماتش انا بتات لو ماتش معناتها
صعيب، كان صعيب برشا، كان صعيب من ناحيه البريسيون. سي با فاسيل دون جو سي 6 mois تاخذ دو تيتر، سي با فاسيل تشامبيونز ليغ تاخذ دون 6 mois تاخذ دو تيتر. كانت بريسيون كبيره على الجوارات، اما جيمري بيان ان شاء الله انا باش كان نتعاود لو ماتش ان شاء الله سايسير سيرت باش نكون مع الاسبيرونس، معناتها نشجع الاسبيرونس ونشجع اصحابي. جيمري بيان باش يعاودوا ياخذوا تشامبيونز ليغ، و جو سوي سيري سيرتان باللي عندهم لي كاباسيتي وعندهم لي مويان باش ينجموا يعاودوا، حتى يتعاود الماتش ينجموا ياخذوه. باهي هشام، عشت ظروف صعيبه شويه هكا في حياتك، نجم نقول شفت الموت مرتين. شفت اي احكينا انت. والله فما مره ديجا صارت في السعوديه هذه السنه، هذه اول ما جيت اول ما صححت صارت اكسيدون مورتير، معناتها اللي من ما انا هذيك اللي حاجتين اللي قعدوا لي في حياتي هي والاكسيدون والباساج اللي عدينا نتاع الطياره. هذا نحكي عليه من عاصل الاكسيدون اللي كان في بلجيكا. يعني دوما جيت للسعوديه عملت اكسيدون معناتها مورتال، معناتها الكهرباء فريمون مشات كل، معناتها انا كي خرجت والعباد كي شافوني خارج معناتها الحمد لله دعاوا الخير. ثلاث مرات من عاصل مرتين. لا مرتين. أنت نزيدك انا ثالث. بتاتر ثالثة ناسية، أما تاع الطيارة زادت تاع الطيارة فريمون تحس بالموت، معناتها ما عندك حتى حل. شنو صار وقتها في الطيارة؟ وقتها معناتها شوف ربي سبحانه لا بريمير فون تاعي في حياتي نشوف الطيارة، معناتها كان معناتها طقس باهي على الأخر، وين نحن؟ نحكيت مع قبلها بنهار نشوف الطيارة نتاع أندونيسيا اللي طاحت، ماشي نجدة نحن. نحكي مع لونترينار نتاع لي غارديان تاعنا مسعود اللي نحيوه أرجانيان، قلت له والله الطيارة مخوفتني لي. قال لي صلي على النبي. قلت له والله مخوفتني الطيارة. قال لي اطلع. قال لي اللي كاتبها لنا ربي تانا خلطول. احنا سي بون باش نهبطوا لجدة والطقس خايب وغاديك. انت احساس قلت كيكة ولا فما حاجة كيكة؟ حسيت مني اول مرة نشوف الطيارة، نقعد نشوف الطيارة ركز معها اول مرة، معناتها سافرت 16 ساعة من الجزائر للبرازيل وما حسيت بشيء، معناتها ما كي بغينا نهبطوا الطياره ولات تعمل في حاجات، ما نشوف حاجات تتصورهم تاع لي في فيمات، معناتها اصحابك يعيطوا الله اكبر ناس تشاهد. شنو صار؟ اش عملت الطياره؟ الطياره كنا نتمشوا عادي، هبطت كومبليتمون، مش تاع تهبط ولا لي ترودير في السماء، هبطت كومبليتمون معناتها رعب رعب. وزاد زين معناتها كان جو بارد على نعرق، ريت في بالون معناتها تاع واحد بارد برد ونعرق. كي جات باش تهبط ريت في البيس كانت شتاء وكل شيء، جليست الطياره لا بروميير فوا معناتها نشوف فريمون هذيك. من هذيك قلت لهم بالله كان فما بيس ولا كهرباء خلوني نم. الحادثه الاخرى نحكي لك عليها اللي فقدت الوعي في ماتش البرتغال وقتها. اي ماتش البرتغال هذيك خايبه زاد، هذيك عملت اموراجي دنتا في راسي، معناتها كانت الدكتور نتاع بورتو هو اللي قالي، معناتها جاء الدكتور نتاع بورتو عملنا كوب نتذكر في البرتغال، ضربني دو ديفونسير واحد مرفق واحد براسو، معناتها شعره ونموت والله شعره ونموت هذيك فريمون. دونك ما يزغل شفت الموت ثلاث مرات. شفت الموت والله الحمد لله، ما فما واعي العباد اللي عندهم دعوه الخير تاع والديهم ورضاي والديهم الحمد لله يا رب. باهي هشام نحلوا صفحه نتاع المنتخب الجزائري، بعدت شويه على المنتخب. بون الحمد لله كيف نقول لك، صارت الدني كوب دافريك نتاعي 2017 في الغابون، من مي ابري صرات ثوره في ليكيب ناسيونال تاع الجزائر. كيفاش صرات ثوره؟ وصراو ريغلومون دو كونت، فما بين دي بريزيدون ايتو، ما صراو دي ريغلومون دو كونت. ما كنا مش كان هشام، كنا في معناتها في هذه الجره كيف نقولوا، احنا فما برشا جوارات معناتها تمسوا في الحراك نتاع ليكيب ناسيونال اللي صرا، صرات تغيروا كل شيء. و ما سيرتين مومون ما نتزاي ليكيب ناسيونال البيبل الجيريان معناتها كان يحب على كوب دافريك، يحب على يغيروا سي بون ما يزينا من هذا الحمد لله. هما صار معناتها ليكيب ناسيونال جد وكلكو سوا معناتها في ليكيب ناسيونال ولا مش في ليكيب ناسيونال، انا شو البريمي سيبورتير تاع ليكيب ناسيونال تاع بلادي. رغم اللي فما بعض الصعوبات في الاكس سونترال تاع الجزائر. نو بون سي لاكس سونترال تاع الجزائر مش كان هي جاي من قبل ما يجي، قبل ما يجي هشام نحيه قبل حتى التو، معناتها مش كان في ليكيب ناسيونال، راهو في برشا جمعيات راهو فما لازم كي تكون اكسيون. حتى في اسبان عندهم بروبليم تاع ليكيب تاع لاكسيون بين بيكي وراموس، تشوف زوج جوارات كاليب كبير يكوروا في زوج جمعيات كبار، معناتها مسؤوليه كبيره باش تكون تكور في لاكس في ليكيب ناسيونال تاع الجزائر ولا تاع تونس ولا تاع غانا ولا، راهي مسؤوليه كبيره. غلطه بفلقه كيف نقولوا. مازلت تطمح للعوده؟
بوركوا با عندي 29 سنه مش عندي معناتها بوركوا با معناتها فما جوار معناتها اكسبيريونس وكل يلعبوا في ليكيب ناسيونال و... وعندهم و... اجي عليا والحمد لله يا ربي معناتها احكيش معاك المدرب نتاع نو نو سانسيرمون احكى معايا من ناد معناتها وقت قبل ما نعاود وكل شيء قبل ما نصحح كي كنت في البرتغال حكى معايا معناتها قال لي توجور راك في معانا في بالنا ودرا شنو اما الحمد لله نورمال بالك شي خاطر بعيد شويه على عيني في السعوديه مش في واحده من الكبات الكبار نو ما مش حاجه تاع السعوديه مده سته مومون معناتها تخمم تقول لعبت اربع سنين في ليكيب ناسيونال ما سته مومون زاد تخمم على كوتي فينونسيال او في الفوتبول راه باش تلعب حتى في جمعيات كبار اما من بعد باش يسالوك ش عندك مش عن وين كورت فصرت ماما تخمم على عائلتك صغيره على عائلتك كبيره عندك عندي طفله عندي عايشك وعندي مراه عندي عائله كبيره عندي امي وبابا ما انت تصرف عليهم ما انت صرت ماما تخمم على كوتي فينانسيال زاده والفرصه تجيك مره ما تجيكش مرتين شنو هي حظوظ نتاع الجزائر في الكان بعد جمعتين تبدا كاس افريقيا بون شوف نحكوا اون جينيرال معناتها الكوب دافريك ولا لي زيكيب ناسيونال تاع افريقيا راهي تبدلت راهم برشا فما معناتها فما ملاعبيه اللي يحسوا يكوروا في الاوروب راهي باش تكون كوب دافريك صعيبه على الاخر كالك سوا على الجزائر على مصر على تونس على المغرب راهي باش تكون باش يلقوا معناتها ان ادفيرسير ما يجيش يكون باش يكون صعيب برشا بالنسبه لتونس والله بالنسبه لتونس نسيت معناتها الجروب تاع تونس معناتها تونس عندهم جمعيه باهيه اما قلت لك معناتها تقعد 50-50 ما فماش معناتها هذا ماتش واحد مش فما ماتش الي روتور معناتها اللي تقول نعمل حساب نخسر ما يسيش نخسر بسكور اقل من بعد في ستادينا راهو فما ماتش واحد وجمعيات قلت لك تبدلوا برشا شكون ترشح المنتخب الاقرب تشوف الفوز بالكان هذه بريمامون انا بيان سور نرشح الجزائر مون بي بوركوا با باش تكون فينال بين الجزائر وتونس ان شاء الله هذه معناتها صافي بيان لونطون ما شفناهاش معناتها بوركوا با باش نشوف اما ما يخفاش عليك فما زاد فما السنغال فما غانا فما الكامرون فما ليجيبت تيك صحه دونك هشام نبداو الروبريكا الثانيه في حصه نتاعنا اللي هي بين اثنين بين اثنين دونك هشام باش نعطيك زوج كلمات تختار منهم واحده كلوبيست ولا مكشخ مكشخ الترجي والا الحراش بون الحراش باش نقول لك انا علاش وباش نفسر لك الترجي الحراش معناتها اللي عطاتني برشا كونفيونس وبرشا عطاتني اسم بالرسمي هي اللي كتبت لي اسم فما الحراش والاسبيرونس معناتها فما الزوج للزوج واحد معناتها الحراش البليلي ولا الجاب زوج خوتي معناتها صعيبه برشا زوج خوتي وزوج كورت معاهم بلاش دبلوماسيه اي شيء لا معناتها شوف في بيريون معناتها اكتويلمون معناتها يوسف صابر خليفة وإلا بونجاح بونجاح ساسي سانشيز وإلا فوز البنزرتي شانشيز دربي تونس ولا الجزائر دربي تونس ساسي لبليبي ولا الشخشوخ زوج ما ناكلوش زوج لا زوج لا جزيرية ولا تونسية الماكلة جزيرية زين تونس ولا زين الجزيري بون في عندي مرتي هذه تو مشكله هذه زين مرتي تونسيه ما مرتي انا نقول مرتي تونسيه مدام مدام تونسيه حياتيات دونك جمهور الكلوب ولا جمهور الاسبيرونس الزوج لقيت معاهم الزوج ما نجمش نقول لك باسكو الزوج يحبوني والزوج نجم نقول الزوج زوج اما خير بطوله تونسيه ولا الجزيريه اكتيالمون ما حتى الشامبيونه الجزيريه رجعت بالقدا بالقدا اكتيالمون رجعت بالقدا اما تقعد تونس زاده باهيه تقعد تونس تسمع مزود ولا راي؟ لا راي ما عندكش مع المزود ها؟ لا ما عنديش كانت هذه بين اثنين بين اثنين نواصلوا مع الريبريك لوكويز 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 يا هشام رد بالك قبلك كنت تحكي لي على ياسين مرياح وريال مدريد باش نسألك حاجات من نوع هذا دونك شكون تعتبره أحسن لاعب تونسي مازال ينشط؟ فرجاني ساسي احسن لاعب جزائري في الشامبيونات الجزائري اون جينيرال احسن لاعب جزائري بور مو بغداد بنجاح خدمة رياض محرز بور مو شو خاطر صاحبك لا مش صاحبي فما ديفيرونس من اكثر مو بغداد مد في روندمون باهي على الاخر معناتها جاي في بيريود
صعيبه وشاد هاز ليكيب ناسيونال. لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في اوروبا؟ فما برشا، فما برشا. انا شفت معناتها ماهر صغير نتصوره باللي ينجح في الاوروبا، رغم اللي مش قادر يلعب برشا تو. اي عنده تحسو لاعب معناتها كاليب كبيره، كان عنده شويه كونفيونس معناتها تحسو ينجح برشا. شكون احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي في لي تيتر فوزي البنزرتي، رغم اللي تسبب في خروج بوينس بيرونس. لا لا، ما كل واحد ياخذ حق، ما هو كي تتكلم على فوزي البنزرتي تتكلم على لي تيتر نتاعه. احسن مدرب دربت عنده؟ غوركيف. مدرب عنده فضل عليك؟ منصر الوحيشي. مهاجم تونسي تقرا له حساب؟ مهاجم تونسي تقرا له حساب بون، فما 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 ياسين خنيس يقلق. ما لعبت ضده ولا لعبت في الكلوب؟ لعب ضده، اما يقلق ياسين خنيس من لي زاتاكون اللي يقلق، يتحرك برشا، يتحرك برشا. ماتش ما تنساهش؟ ديربي. انه هو ديربي تاع الكوب 2 بلاش اللي هزيته في الكوب. بونتو ما تنساهش؟ بونتو ما ننساهش. بتات فما ما الاتحاد جدة اللي سجل. أجمل بونتو سجلته؟ أجمل بونتو كان ضد الاتحاد تات بلونجون معناتها، وكانت في بيريود معناتها مرتي اونسات وكل شيء، هديت البنتي هذاك البونتو. هو البونتو الوحيد هاي سجلته. آي آي. هدف تمنيت لو كان كنت أنت سجلته؟ الهدف اللي تمنيت كون أنا سجلته كان ماتش ضد الكليب، عملنا 1-1 ولا 0-0 دقيقة الأخرى ضربتها بالراس تعدت شوية على البا. لا هو بونتو ديجا مركيها شكون؟ تمنيت لو كان انت هشام بالقرابي مركيها. هكاك معناتها فما بونتو تمنيت مركي معناتها ضد نيجيريا مركيها بن طالب، تمنيت انا كنت سجل وقتها. شنو الكونتكست؟ وقتها كواليفيكاسيون كوب دي مون. هو اللي رشح تزير وقتها؟ لا ما رشحهاش، ما كنا باش نرشح اما في بيريود كنا ديفيسين معناتها رجعنا الروح شوية. الماتش تاع استغفر الله ماتش تنزانيا، تنزانيا تنزانيا مركيها سليماني. حكمة أمن بها؟ طبعا أمن، أمن كان بالمكتوب. حاجة فيك ما تعجبكش؟ نرفوز برشا. سيرتو سير تيرا؟ لا هاي سير تيرا حتى البرا نرفوز. حاجة تحرمت منها وانت صغير عوفتها تو؟ بو حاجة تحرمت منها اللي ما بتاتخ نقول ما عشت معناتها بيان في في البريود تاعي، واحد ما يكذبش على روحه كيف كان الاخر معناتها كنت زوالي وكل الحمد لله. انا عوضت كل شيء كي كبرت والحمد لله ربي فرج، عوضت كل شيء الحمد لله. شكون تعتبر احسن لاعب في العالم؟ ميسي. احسن مدرب في العالم؟ احسن مدرب في العالم فما برشا، فما تاع ليفربول، فما غوارديولا. شكون القدوه نتاعك؟ قدوه نتاعي كديفونسير حتى قدوه كهو سواء ملاعبي حتى مش ملاعبي معناها. لا امي وبابا. فريق في العالم طموحك توصل تلعب فيه؟ هذا يرد بالك منه سؤال. بون باش يكون باش تكون معناتها اوبتيميست سي با المومون باش تكون انا نقول اوبتيميست، ما عندكش 20 طون باش تكون. اي ما عادش باش تكون ما نكذبوش على بعضنا، يقول لك واحد نكور فيه بدرا شنو. اما شوف تكون في جمعيه باهيه وتهز لي تيتر هذاك هو الطموح الكبير. اقوى سؤال تسالك في انترفيو ما تنساش؟ اقوى سؤال تسالني في السؤال نتاعك تو اللي هو شكون بين جمهور الكليب وجمهور الاسبيرونس؟ ابو هاي اللي قلت لي اقوى سؤال، ما تحطني في بيريود معناتها حطيتني في حاجه ما تقدرش. انت جاي خممت قلت زعما شنو يسالني؟ والله جاي والله ونقول شنو باش فما لي كاستيون، اما عرفت بلي فما دي كاستيون هكا وهكا. فما حاجه كنت توقعتها وما جاتها وما جاتكش؟ لا لا كله جاوني، كنت متوقع باش تكلمني على الكليب والاسبيرونس. السير دونك كان تيري لو كويز. لو كويز روبريك جاي هشام ليكيب تيب. ليكيب تيب باش تعملنا تشكيله باحسن 10 ملاعبيه وانت معاهم 11 لعبت معاهم. فاروق بن مصطفى غارديان بيوت، إيهاب مباركي على اليمين، شامو وانا على اليسار،
اللي صار في مخلين خلي شمام رغم اللي في اللاكس قاعدي قدي في ماتشوات كبار خيم اللي حتى عدى زادة معهم عن فما فرجاني وكوري بالي فيريتي مش من هذا مش تختار تشكيل تسبيرون أنا تاني كورت معهم لي حسيت تحسهم باللي فما زادة كان يعجبني يعجبني إيهاب إيهاب مساكني ماتش معي إيهاب حاسك تختلف أصحابك لا والله مو صحابي والله مو صحاب مع إيهاب مش صحاب مع إيهاب جملة صابر خليفة عندي صار أحسن عشرة معناتها بيكاسو أسامة أنا ثمانية حطيت لمساكني على أنت لا حطيت إيهاب على اليمين على اليمين إيهاب حطيت صابر على اليسار وأسامة قدامه شكون قلب الهجوم قلب الهجوم أنا حط بغداد الوحيد تزيري حطيته بغداد معناتها هذه التشكيلة تازموش تشامبيونز ليغ دونك كانت هذه ليكيب تيب تيك صح هشام ليكيب تيب دونك مازالوا عندنا دقيقة ونص هشام خليك لو كنت حاب تضيف حاجة بون يعطيكم الصحة على الانفيتاسيون نتاعكم هذه معناتها صافي ان كرون بليزير عندك برشا على تونس ولا ديما تجي لتونس لا الحمد لله عندي لهنا ديما نجي لتونس لهنا معناتها نعدي مع اصحابي بريود وكل شيء معناتها نتفرهد معاهم وكل شيء ما دي في ما نتقابلوش برشا وكل شيء كل واحد في بلاد وكل شيء نجي نتفرهد مع اصحابي شكون هكا تخرج معاهم في تونس والله فما برشا فما سال الاول يوسف بن علي ما نتكلموش عليه فرجاني تكون مش ستاج وكل شيء فرجاني دالي محمد منصالي نحيوه برشا معناتها هادو من روج عندي كان اصحابي شويه هكاك اصحابي كليب السيه اللي عندهم فقهاوي نقعد معاهم هكاك مازال يقعدوا معاك مازال نقعدوا معاهم ديما نقعدوا ديما والله ديما نقعد معناتها معناتها هذه هي معناتها انا امام زاد نحب نحيي معناتها فريمون البيريود اللي عشتها في الاسبيرونس والكليب والله غراس مارتي معناتها ومي بارون اللي فريمون عاونوني تحس فما كود ما مع وراك معناتها باسكو دي فوا تكون في بيريود صعيبة على الاخر مام حتى في البيريود ديفيسيل نلقى كان مرتي ما تقول لي فما ربي ما تشد في ربي ما عاونتني برشا في حياتي وما عاونوني مي بارون برشا برشا مي بارون سيرتو مي بارون انت تحسهم ديما وراك ديما رد بالك تغلط ما غلطه نحن تغلط غلطه ما انت تخسر برشا حاجات وحتى اصحابي برشا واحد منهم يوسف بن علي فرجاني محمد منصر اللي نحيوه هو وزوجته وبنته معناتها اللي نحيوهم برشا معناتها اصحابي بروش ما فما في الكوره اصحاب تاع كوره صحيح فما اصحاب نتاع عشره واللي يشوفوا بالعشره واحنا من الناس اللي نشوفوا بالعشره فما الناس انا كي نجي نسلم عليهم يقول لي انت من سخايش باش تجي تسلم علي ولا تجي تطل عليا ولا الحمد لله يا ربي ما الكرة تعرفك برجال سير تربح برشا فلوس وتربح وشهرة ودرا شنو اما تربح زاد الرجال اما في الاخر كان الرجال يبقاو يعطيك الصحة يا هشام بالتوفيق ليك في باقية مسيرتك الكروية ان شاء الله على شلين نشوفوك من جديد في منتخب الجزائر ان شاء الله يا ربي عايشكم وربي التوفيق عمركم شكرا نيس جويني في الاخراج شكرا ادم كذلك في لي فوتو لي فيديو نحن نتقابلوا السبت الجاي في نفس التوقيت من الطفل 14 في زون ميكس على اكسبريس اف ام